مساء الخير عليكم واهلا بيكم وحلقه جديده وبكل روح رياضيه. حلقتنا النهارده مميزه جدا ومختلفه عن كل الحلقات لان هنتكلم عن اللياقه البدنيه، ومعانا الكابتن محمد جبر المدرب اللياقه البدنيه المعتمد في اللياقه البدنيه. يا مساء الفل عليك كابتن. يا مساء الرياضه، منورني ومنور كل روح رياضيه. منورك. منورك. عاش حبيبي. ايه رايك في عاش الاول؟ حلو حلو، اسم بنستخدمه في الجيم دايما. طب استنى بقى، انا من ساعه ما اخترت كلمه عاش دي عايز اعرف سر الكلمه دي، عندك سر ليها جت منين او راحت؟ هو التحميس، يعني اني احمسك ان اقول لك عاش حتى لو انت مش قادر هتلعب. حماس. عاش حماس، هو الحماس. طيب خلينا نبدا حلقتنا. انا دايما ببدا بعاش، بس قبل ما ابدا بفقره عاش يا شباب نجهزها، انا احب بس ابارك لبطله اسكواش مصر البطلة نور الشربيني على حصولها لبطولة العالم في الاسكواش للمرة الثانية على التوالي وللمرة الرابعة في تاريخها، وكده اللاعبة نور أول لاعبة مصرية تحصل على بطولة العالم الاسكواش 4 مرات. ألف ألف مبروك يا نور، ومزيد من التقدم، وانت رمز للرياضة المصرية ورمز لرياضة الاسكواش اللي احنا بنتربع على العرش عليها حاليا في مصر. خلينا نروح لعاش. عاش النهاردة جميلة مميزة، هي مختصة تقريبا بالجمباز بشكل كبير جدا. في فيديوهات معايا تاني بس انا برضو مخليها الحلقة اللي جاية لان خصصت دي للجمباز شوية، لان لقيت فيديوهات كتيرة جات لي في الجمباز. عاش، ونرجع نتكلم عن اللياقة البدنية بعد ما نشوف عاش.
عايش حاجة تفرح، حاجة أطفال في السن ده بيلعبوا رياضة، أكيد حاجة حاجة تفرح. حاجة حاجة تفرح جدا، وما شاء الله عليهم مواهب غير عادية يعني. عايش بقولها تاني برضو عشان اللي بيتابعنا، أي حد بيمارس أي رياضة صور الفيديو للرياضة اللي أنت بتمارسها وابعتهولي على صفحة جو ميديا برودكشن، أو ابعتهولي على الصفحة الشخصية بتاعتي، هزعولك الحلقة الجاية. وأي حد ما بيلعبش رياضة ابدأ معايا عشان نقول لك عايش، صور لي أي فيديو إن كانت رياضة جري، أي رياضة بتلعبها أو هتلعبها صور لها فيديو وابعتهولي، هزعولك في بداية الحلقة الجاية. مرحبا بك يا كابتن محمد. اهلا وسهلا بيك. عامل ايه؟ خلينا نخش في الموضوع. انت بتقول مدرب معتمد في اللياقه البدنيه، الاول يعني ايه لياقه بدنيه؟ اللياقه البدنيه هي يعني مش هنقول ملهاش تعريف، بس تعريفها هي 14 عنصر من عناصر اللياقه البدنيه. 14 يعني عنصر؟ 14 عنصر. كل ما كان عندي اكتر من عنصر كل ما كان انا فت. بيسموا الراجل اللي جسمه حلو فت، تمام، بس هو مش عشان جسمه حلو بقى فت، ده عشان هو عنده فليكسيبيليتي، اجيليتي، بس انا بكتب وراك موبيليتي، كوردينيشن، عنده عناصر كتير من عناصر اللياقه البدنيه فمخليه فت. طب يعني كلمة فت دي فت يعني 14، هي 14 عنصر. كلمة فت دي هو شكله فت من شكله أو من مظهره، ولكن هو فيه 14 عنصر موجودين عنده فت فيهم. مش لازم يكون ال 14 عنصر، يعني في ناس مش بتلعب رياضات مش مهم عندها ال 14 عنصر، يعني في الباور ليفتنج، الناس اللي بتلعب رفع أثقال دي عايزة قوة بس، فبياخد قوة وتحمل، صح كده؟ وفي ناس، طب هل القوة والتحمل من ضمن ال 14 عنصر؟ لا، التحمل حاجة تانية. التحمل حاجه تانية. التحمل حاجه تانية. التحمل الانديورنس ده حاجه تانية برضه، هو من ضمن العناصر اللياقه البدنيه، بس انا بتكلم في ان لعيبه الاحمال اللي هم باور ليفتنج اللي هم بيشيلوا، زي العاب القوه كده اللي بنشوفها في الاولمبياد، اللي بيشيلوا حديد، اللي بيشيلوا دي قوه موازيه بسرعه. طب ده برضه يعني اللاعب ده او الرياضي ده اللي في الجيم محتاج بعض العناصر في ال 14 عنصر، مش محتاجهم كلهم، لان مثلا اقول مش محتاج سرعه، في ناس بتلعب سبرنتات العاب قوه فمحتاجه السرعه. انا بتكلم على بيلعبوا حديد. لا، اللي بيلعبوا حديد محتاجين حاجتين اتنين. ايه وايه؟ الماسكلر اندورنس اللي هو الجهاز العضلي. الجهاز العضلي. والكارديو فاسكلر، لان هي لعبه بناء عضلي في الاساس. والكارديو فاسكلر سيستم للكارديو، لانه بيطلع يتمشى على التريدميل او بيطلع يعمل كارديو، فمحتاج الالعاب اللي هي الاجهزه الرياضيه اللي هي مثلا زي السرعه والتخسيس. زي التريدميل، زي الاوبتراك، زي الاي اف اكس، زي الستيرز، زي حاجات كتير. الاجهزه، كل الاجهزه اللي بنشوفها بتاعت الكارديو اللي بنشوفها في الجيم. تمام. في كمان ناس بتبقى محتاجه الفلكسبيليتي، بس دول مش بتوع كمال اجسام. طيب ناخدها عنصر عنصر. اتفضل. ال 14 عنصر انت قلت لي الاتزان والتوافق العضلي العصبي والجهاز العضلي والجهاز الدوري التحملي. بالظبط. صح كده؟ بالظبط. وقدره الجسم على الاتزان في حاله الحركه اللي هو ده البالانس. 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 تمام كده؟ البالانس بيبقى البالانس بيبقى قدره الجسم على الاتزان في وضع ثبات بس ضد الجاذبيه. تمام. والسرعه في بعض الالعاب او العاب على حسب ما كل رياضه ليها. طب. ليها المقاومات بتاعتها او ليها التمارين بتاعتها او ليها الجداول بتاعتها او ليها شكلها في البروجرام ديزاين. تمام. يعني مش هيجي لي مثلا لعيب كوره وواحد تاني واخد الرياضه لايف ستايل انه ينزل يلبس الجيم. انت كده دخلتني في بروجرام. لا، مش بروجرام، انا يعني بحاول افرق ما بين ده وما بين ده عشان كل اللي سامعني دلوقتي يبقى عارف ايه الفرق ما بين ده وما بين ده، يبقى حتى لما اروح الجيم يبقى عارف هو هيعمل ايه. تمام. طيب خلينا نقول، طيب اللي عايز يعمل لياقه بدنيه او عايز يعلي من كفاءه اللياقه البدنيه بتاعته، بعض العناصر دي لازم تبقى موجوده معاه، ان كان ال 14 بالزبط. عنصر او حسب اللعبه اللي بيلعبها بالزبط. بعض العناصر تكون موجوده معاه. طب هل ده كده يعني انا هلعب مثلا كمال اجسام او هلعب فيتنس او هلعب اي حاجه، اي لعبه هلعبها هخش انا عارف اللعبه دي محتاجه سرعه او محتاجه قوه او محتاجه تحمل كده، ولا كل حاجه لها خطه؟ كل حاجه ليها ريفرنس. يعني ايه ريفرنس؟ يعني قبل ما ابدا معاك الاول، قبل ما ابدا معاك كلاعب جاي للجيم، تمام، لازم الاول في حاجه اسمها الفيتنس تيست، اختبار، ده اخر حاجه المفروض ان انا بسالك عن الهابتس وبسالك عن اللايف ستايل وبسالك عن لو في امراض لا قدر الله،
دي اخر حاجه. دي اخر حاجه بعمل لك الفيتنس تيست حتى بعد الانبادي، بعمل الانبادي الاول. خليني ناخدها جزء جزء عشان المشاهد اللي معانا يبقى متابع معانا برضو، مستنيين المشاركه من المشاهدين. لو حد عنده اي سؤال في اللياقه البدنيه، انا 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 حد عايز يبدا رياضه لسه جديد، رحت لقيت جيم، خبطت على على الجيم، داخل انا عايز العب حديد، عايز ابقى سريع، عايز اظبط اللياقه البدنيه بتاعتي، خلاص كده دوري انا كلاعب انتهى، ان انا رحت. حلو. دورك انت بيبتدي من هنا. دوري انا كمدرب ان انا بقعد معاك بسالك شويه اسئله. تمام، اعتبر ان انا معاك. ما اعرفش، اعتبر ان انا معاك. تمام. طبيعه شغلك ايه؟ طبيعه شغلي انا مذيع تلفزيون. تمام، حلو كده. تمام، بتصحى الساعه كام؟ بتنام الساعه كام؟ لازم ابقى عارف. طب هجاوب ده كله بسرعه. اصلا مفيش مواعيد. مفيش مواعيد. بنبدا بنظبط المواضيع بتاع المواعيد مع بعض. هكتب بس. فدي الهابتس دي بنسميها العادات. عاداتك ان انت ما عندكش مواعيد، او انت راجل يعني مش فاضي ال 24 ساعه. تمام. فيوم هتجيلي فيه الساعه 6، يوم هتجيلي فيه الساعه 7، فيوم هتجيلي فيه الساعه 8. تمام. وده بيحصل بالفعل معايا. تمام. تاني سؤال هساله لك، الهيستوري كوشنيرنج، الهيلثي هيستوري كوشنيرنج، اللي هو تاريخ الصحه العامه عندك، في سكر، في ضغط. تمام. في غده. في لو في امراض مزمنه او في امراض انا بتعالج منها. طبعا طبعا. طيب. لازم ابقى عارف. يبقى واحد انا شغال ايه. تمام. اتنين بنام امتى وبصحى امتى وطبيعه العادات. ده اللايف ستايل. تمام كده. ده اللايف ستايل. ثلاثه لو في امراض. تمام. تمام كده، يبقى امراض، العادات، والشغل، صح كده؟ طيب. تمام. نكمل بعد الثلاثه دول، بس ناخد اتصال. اتفضل. مساء الفل استاذه شيماء. مساء النور، ازي حضرتك؟ عامل ايه؟ الحمد لله تمام. مساء الفل على حضرتك. ازيكم؟ ميرسي جدا على البرنامج الجميل وعلى الحلقه المميزه دي. الله يخليكي، تسلمي، ربنا يخليكي. ازيك يا كابتن محمد؟ عامل ايه؟ ازيك، ايه الاخبار؟ عامله ايه؟ الحمد لله تمام. انت عامل ايه؟ كله زي الفل الحمد لله، ماشي الحال. الحمد لله. انا كنت عايز اسالك من واقع خبرتك في الجيم وكده، ايه اكتر الاصابات اللي قابلتها وازاي نتعالج منها، وتنصح يعني الممبر اللي جايه تتمرن وهي عندها الاصابه دي تتعامل ازاي؟ التمرين في الاصابه. في اي سؤال تاني استاذه شيماء؟ لا ميرسي جدا ليك. شكرا لاتصالك شكرا لاتصالك ومساء الفل عليك. طيب نجاوب على السؤال الاول ولا نكمل؟ براحتك. طب نجاوب على السؤال. تمام. يعني ايه اصابه؟ يعني ايه اصابه؟ ماشي. الاصابه هي خلل في العضو المصاب. في خلل في خلل حصل في جزء ما في الجسم. تمام. ايا كان ايا كان مكانه فين او ايا كان في سببه. في خلل في الشكل او الوظيفه. في الشكل او الوظيفه. إن يعني كان شكله وارم مثلا، مزرق الوظيفه، ما بيأديش الوظيفه بتاعته. تمام. يعني مثلا لو مصاب في دراعه مثلا، ممكن مش قادر يحرك دراعه، مش قادر يتنقل، او في عضله فيها ورم، او في جسم فيه او كسر. طيب الاصابه كده اصابه. ماشي، هي دي الاصابه. يبقى كده عرفنا الاصابه. كل اصابه وليها طريقه العلاج بتاعها. يعني في اصابه احنا نقدر كمدربين نتعامل معاها، وفي اصابات لازم دكتور. تمام. يبقى انت ليك خط معين طبعا في العلاج. طبعا تقدر تتعامل معاه. طبعا. طيب وبعد كده لو الموضوع اكبر من الخط اللي مسموح لك ان انت تعالج فيه، او انت شايف نفسك تعالج فيه، دكتور بنصح الدكتور، طبيب مباشره على طول. طيب زي ايه اصابات مثلا؟ الاصابه دي تبقى وجع الركبه، وجع مزق مثلا، شد اسفل الظهر، المزق دكتور، مزق دكتور، شد انا شد عادي، شد انت عادي، شد عادي. شد عادي. طيب احيانا برضو هل ده برضو في اصابات بتيجي نتيجه عدم ممارسه الرياضه بشكل سليم، اللي هي مثلا شال حمل زياده عن اللي يستحمله، عمل موفمنت او عمل حركه غلط، ما فيهاش اتزان، ما فيهاش غلط. في الاجهزه بيبقى فيها الادجستمنت والالاينمنت، اللي هم بيبقى حته صفراء وحته الصفراء اللي برجع بيها الكرسي وبطلع بيها الكرسي، بيبقى هو مش عارف يظبطها على 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 على, على قعدته، على مستواه هو، فبتحصل في مشكله. انا رحت هنا لسؤال مهم عشان ارجع تاني للموضوع اللي كنا بنتكلم فيه. هل لو انا عامل برنامج تدريبي او برنامج تاهيلي للياقه البدنيه وحصلت اصابه، برجع اعدل في البرنامج التاهيلي ده، ولا يعني هل انا بوقف البرنامج التاهيلي ولا برجع اعدل فيه، ولا بيتعمل له برنامج تاهيلي من جديد؟ ما هو ما ينفعش يحصل اصابه وهي معاها مدرب. دي من اهميات المدرب. ناخد الاتصال. تمام. اتفضل. زهير مساء الفل. مساء الفل يا استاذ محمد، الاخبار؟ زهير مساء الفل عليك يا زهير، انا سمعتها اسم تاني معلش. الله
احلى تحية عليك حبيبي يا باشا. في البداية بمسي على حضرتك وبمسي على كابتن محمد جبر. تسلم تسلم يا غالي. عايز بس استفسر، الشد العضلي تمام دايما مع التمرين، كنت لسه هسأله السؤال ده والله زهير، اتعالج ازاي؟ طيب في سؤال تاني زهير؟ حبيبي يا استاذ محمد شكرا. انت بتلعب رياضة ولا لا زهير بس الأول؟ اكيد طبعا. طب فين؟ طب ابعت لي اي فيديو لعاش. طب يا زهير عاش يا زهير عاش حبيبي يا باشا. حبيبي حبيبي مساء الفل عليك. كنت لسه هسألك نفس السؤال بس نكمل. تمام. انت قلت اجابه خطيره، ما ينفعش تتصاب ويا مدرب. ده من اهميات المدرب، وجود المدرب. يعني المدرب بيبقى متابع بيشيل قد ايه، الوضع طبعا. الجسم ازاي طبعا. هل هو دي فوائد المدرب. اول حاجه من فوائد المدرب وابسطهم المساعده، لو هتشيل وزن تقيل هو اللي هيأمن. طب ما هو مش في كل جيم اصل لو كل لاعب ليه مدرب في كل جيم، انا كده محتاج 50 مدرب في اليوم ولا كلامي غلط؟ موجودين في مدربين كتير قوي في مصر وكلهم سيرتيفايد وكلهم شاطرين وكلهم. طب انا بتكلم مثلا لو عندي جيم انا بيجي لي فيه مثلا على مدار الساعه 30 لاعب او 40 لاعب زي ما انا بشوف ببعض الجيمات، علشان يبقى لكل لاعب مدرب. في مدربين في مدربين في مدربين ثابتين، يعني في مدربين ما ينفعش، ما فيش جيم في مصر ما فيهوش مدرب. طب هل لازم يبقى مدرب برايفت معاه، ولا ممكن المدرب يدرب اكتر من شخص في نفس الوقت؟ لا هو لو برايفت يكون افضل. لو برايفت يكون افضل. ما هو ده اللي بتكلم فيه. ما انا علشان يبقى معايا مدرب برايفت وفي 20 30 لاعب في الصاله او في النادي، انا محتاج 30 مدرب معايا، يعني هشغل 30 مدرب. هو في لو الجيم. هو لو مدرب برايفت مثلا ومعاه سين 9، هو عدد ساعاته في الجيم 9 ساعات. طب يرتب كل واحد ساعه، مفيش 2 ساعه. يبقى انت بتقول انت ماكسيموم ماكسيموم 2 في ساعه، عشان يبقى هو فوكس، يبقى هو فوكس مع الناس ما يحصلش اصابه. ما الاصابه بتحصل من ايه؟ مش واخد باله هو بيشيل صح او بيشيل غلط، الوضع صح. وغالبا بيبقى الكلاينت مستعجل، يعني الكلاينت انت بتحسب له دقيقه اللي هو اللاعب بتحسب له دقيقه ريست، هو تلاقيه دخل قبل دقيقه، هو عايز ينجز عايز يخلص. بس انت بتديله ريست، لان الريست ده في البروتوكول ديزاين ده مهم جدا. طيب. عامل مهم جدا. يبقى السؤال الاولاني بتاع الاستاذه شيماء بتقول مش هينفع يحصل اصابه طبعا بعد ربنا، مش هينفع يحصل اصابه في حاله وجود مدرب. طب حصلت الاصابه تمام، هل لو حصلت اصابه اخد بس الاتصال ده؟ اتفضل. عاطف مساء الفل. اهلا مساء الفل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. ازيك يا استاذ محمد؟ معاك عاطف من البراجيل. ازيك يا استاذ عاطف؟ عامل ايه؟ ازيك حضرتك؟ عامل ايه؟ عامل ايه يا غالي؟ ايه الاخبار؟ الحمد لله، وحشني كتير. اكيد انت فاكرني طبعا. عاطف انا من الصوت مش غريب عليا، بس تقريبا عاطف صابر. عاطف صابر. صح كده حبيبي عاطف. حبيبي يا غالي، ربنا يكرمك يا استاذ محمد، منور الدنيا. الله يخليك. يعني انا طبعا انت عارف ان انا بصلي في المسجد وكده، وبعض الاوقات باذن ما شاء الله. فموضوع النفس عندي بيبقى فيه شويه مزاج، عايز النفس يبقى طويل. فكنت عايز اسال الكابتن محمد جبر، يعني في تدريبات للنفس ولا لا؟ طبعا في تدريبات للنفس طبعا. عندك سؤال تاني يا عاطف؟ الله يخليك يا استاذ محمد. حبيبي عاطف، واحلى تحيه عليك، واحلى تحيه للبرامج كلها، وتحياتي لكل اللي عندك يا عاطف، ومساء الفل عليك، والله فرحتني. طيب يبقى السؤال الثالث النفس. نكمل سؤال استاذه شيماء، ده سؤال مش كبير. طيب حصلت الاصابه، هل البرنامج التاهيلي اللي انا عامله للاعب بيتغير، ولا بعمل له بوز بوقف؟ لا طبعا بيتغير. بيتغير نهائي. في حاجه اسمها بيريود اوف تايم، اللي هي مش عارف اسمها، يعني هي فترة التدريب. تمام. فترة التدريب متقسمة ثلاث حاجات. تمام. ثلاث توقيتات. تمام. ميكرو سايكل. ميكرو سايكل اللحظية. ميكرو سايكل دي من اسبوع لاربع اسابيع. بروجرام ديزاين بعمله. ده هو ده بروجرام ديزاين، ده برنامج تدريبي. برنامج من تدريبي. اسبوع لاربع اسابيع. من اسبوع لاربع اسابيع. ده برنامج مكثف مثلا؟ ده مش برنامج مكثف، على حسب الحل قدامي، على حسب هو الحل. على حسب هو عاوز ايه يعمل ايه. تمام. في ناس بتبقى مثلا جاي الجيم عاوزه شهر. شهر. مرن شهر. طب هل شهر يفرق برضه في ما هو الشهر بيفرق. بيفرق. شهر بيفرق. طيب حصلت الاصابه، عشان نكمل السؤال. حصلت الاصابه. على حسب نوع الاصابه ابدا انا اتعامل. يبقى بتغير غالبا بيبقى شد التأهيل. غالبا بيبقى شد. بيبقى شد عضلاته شد كده. رحنا للسؤال عضلاته عضلاته شدت. طيب لو الاصابه اخطر من، يعني او اكبر من ان انت تعالجها، بحولها بتحولها لدكتور على طول خلاص. طيب والجيم غالبا بيبقى في دكتور، بيبقى في كلينك.
يبقى معظم الجيمات فيها دكاتره. طيب راحت لدكتور خلاص البرنامج التدريبي بيقف. اه طبعا صح كده. طيب لما بترجع تاني بعد الاصابه بتبدا تاني من الاول في البرنامج التاهيلي؟ على حسب الحاله بقى. على حسب الحاله. على حسب الحاله. لو الاصابه كانت اصابه خطيره تبدا بقى بنركن البروجرام ده تاني وبنعمل بروجرام تاني خالص يتناسب مع حالتها الصحيه، لان في حاجه اسمها الفيتنس تيست. قبل ما امرنك بعمل لك تيست. احنا هنرجع تاني، خلي بالك ده سؤالي ده. ده كلها حاجات كتير، كلها ماسكه في بعض. طيب كلها ماسكه في بعض، كل حاجه لو الاصابه حاجة. لا حسب نوع الاصابه. تمام. يا اما تغير البروجرام يا اما تعمل تكمل على البروجرام بس بحاجات تانية بسيطه. بالزبط. ولو الاصابه خطيره ممكن تبطل تمرين خالص او تدريب خالص. طبعا ريكفري. طيب نخش على السؤال اللي بعديه. اتفضل. اللي هو الشد العضلي. الشد العضلي زهير بيقول لنا ان هو كل ما يروح يتمرن بيبقى عنده شد. كنت هسالك السؤال ده. هو غالبا بيبقى نقص في البوتاسيوم. نقص بوتاسيوم. نقص بوتاسيوم. ياكل موز. ياكل موز. ياكل موز يا زهير. ياكل موز ويركز على الفلكسبيليتي، يعني تمارين عربي. تمارين المرونه. المرونه يعني يعمل استرتشات. الاسترتشات دي اللي هي يجيب اقصى يعمل استرتشات للعضله. بيسترتش العضله. استرتشات. طب بتاخد وقت قد ايه يعني؟ يعمل استرتش لمده قد ايه في التمرين؟ من 15 سنه ل 30 ثانيه. من 15 سنه ل 30. وبعدين اصل برضو النقطه دي فيها كلام. ايوه ما انا بروح اتمرن باجي تاني يوم. لان الاسترتشات عموما نوعين. تمام. دايناميك وستاتيك. طيب الفرق ما بين دي ودي ايه؟ الدايناميك في حاله الحركه. لو انا بتحرك. والاستاتيك نوعين. اكتف وباسف. الاكتف لو هو هيعمل استرتش لوحده. كنترول بيقول لك عايزين ترجمه. يعني الاكتف ده هو اللي يعمله بنفسه. انا اللي استرشي نفسي، انا اللي عامل استرشات. يبقى انا ده زي ما اسمه اكتف. في مباراه الكوره مثلا احيانا بيبقى عنده شد، ممكن هو يمسك رجليه او ممكن لاعب تاني يمسك رجله. لا لو لاعب تاني مسك رجله ده باسف، ده سلبي. ده سلبي. في ايجابي وفي سلبي. السلبي اللي انا بعمله له، الايجابي هو اللي بعمله نفسه. طب هو يعني في شد ايجابي وشد سلبي؟ لا مش شد ايجابي وشد سلبي، ولا طريقه المعالجه الاسترتش. طريقه الاسترتش. الاسترتشات نوعين. طيب الاسترتش يعني ان خلينا بس في الشد، حصل له شد من التمرين. تمام. ياكل موز، ده بالنسبه للتغذيه. ويعمل استرتشات. يعمل استرتشات. ويعمل استرتشات قبل التمرين. يعمل استرتشات قبل التمرين. يعمل استرتشات قبل التمرين وبعد التمرين. قبل التمرين. قبل التمرين دايناميك. يعني هيخش مثلا يلعب شيست. يلعب ده اللي هي حركه. يعمل ضغط. هيلعب مثلا سكواتس. يعني هيلعب رجليه فينزل سكواتس. تمرين القرفصاء. على حسب التمرين. على حسب التمرين، على حسب العضله المستهدفه. اعمل استرتش. لان اول ما بدخل الجيم المفروض ان انا بعمل حاجتين مختلفين عن بعض خالص. قول لي. في حاجه اسمها التسخين. بتلاقي الناس بيقول لك انا اتكلمت ده في حلقه. انا اتكلمت ده في حلقه مع 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 الدكتور العلاج الطبيعي. تمام. كان موجود قال لي كنا بنتكلم عن طريقه التمرين الصحي. فقال لك في الاول التسخين وبعد كده التمرين الخفيف اللي هو بعمل استرتش للعضله قبل التمرين. حلو قوي. اللي هو بمسك وزن خفيف او بعمل اطاله لعضله ما. بالظبط. وبعد كده اخش على التمرين. لان في فرق ما بين التسخين والاحماء. الناس كلها بتخش الجيم بتفضل 10 دقائق 15 دقيقه على التريدميل تعمل ايه؟ بسخن. طب الاحماء. طيب ناخد طه. اتفضل. طه مساء الفل. طه ازيك يا باشا، اخبارك ايه؟ مساء الفل عليك. لا نوطي صوت التلفزيون وتسمعني من التليفون بقى عشان نعرف نتكلم. تمام يا فندم. تمام معاك يا غالي. سؤالك. سؤالي يا فندم، كنت عايز نظام غذائي للتمرين. نظام غذائي للتمرين. طب عايز تساله حاجه؟ عشان ده السؤال كده انا شايفه مش ناقصه حاجات كتير. النظام الغذائي لازم يروح لدكتور نيوتريشن. لازم نروح لدكتور تغذيه. لان انا لو هديله حاجه هديله حاجات اللي هي الاساسيات بس. طب ما تديله الاساسيات. طب انت كده محتاج منه اي معلومه مثلا؟ لا مش محتاج منه. مش محتاج منه سن، مش محتاج منه طول، مش محتاج منه وزن، مش محتاج منه اي حاجه. اصل الكلام ده لو يعني يعمل انبادي بقى. انبادي. لان هحتاج الانبادي فاحسب يعني دكتور نيوتريشن هيحسب طول والوزن. لا مش هيحسب طول بيشوف هيحرق قد ايه. البيزل ميتابوليك ريت والدهون اللي موجوده عنده قد ايه. البيزل ميتابوليك بس ويفضل يشتغل عنده. طب عندك اي سؤال تاني طه؟
هي نصيحتي دي روح لدكتور لدكتور تغذية مصطفى بس احنا هنديك الاساسيات تمام كده. مصطفى مساء الفل. ايوه مساء الفل عليك. مساء الفل عليك. سؤالك يا غالي. كنت عايز اقول لحضرتك ان انا وزني 91 كيلو. وزنه 91 كيلو تمام. 164 طول 164 سنتي. دلوقتي انا شغلي من 8 الصبح لحد 3 العصر. 3 مساء ده شغلك تمام. تمام. يعني الحركه الكلام فيه او المجهود فيه مش جامد قد يعني المجهود مجهود بدني مكتب مش بدني ذهني مكتب يعني ذهني ومكتب وتعامل مع اشخاص كتير وكده فبيبقى في ضغط. تمام. اغلبيه الضغط ذهني الريجيم ما بيمشيش معايا لان انا بحس بالدوران وبحس ان انا هقع. تمام. ف وعايز اروح الجيم بس يعني مش اول حاجه الريجيم. انا طبعا وزني وطولي فيه يعني ايه كرش بسيط فانا عايز اتخلص منه. كرش شويتين. فانا دلوقتي مش عارف امشي على نظام تخسيس عشان الشغل بتاعي فبحس بدوران مش عارف اعمل ايه. طيب انت عايز تبدا رياضه. ده لازم. صح كده؟ تمام بس طيب. يعني مبدئيا انا هقول لك عاش مبدئيا هقول لك عاش يا مصطفى. تمام. واول ما تروح الجيم صور لي كده وابعت لي يا مصطفى عشان احييك. طيب اي سؤال تاني؟ حبيبي. طب في رعايه الله يا جدع. ناخد خالد. خالد. ايوه. مساء الفل. ايوه يا باشا. معاك يا جدع. ايوه يا باشا. السلام عليكم. عليكم السلام. كنت عايز اسال حضرتك بس على اللي انا عندي غضروف اسفل الظهر. غضروف اسفل الظهر. فهل ممكن العب ولا؟ طيب ده سؤالك؟ عايز اي معلومات منه سن وزن اي حاجه؟ تمام كده كده ان شاء الله. يعني هو لو تخين لازم يخسر. طب انت 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 تخين ولا رفيع ولا وزنك قد ايه؟ وطي صوت التلفزيون بس واسمعني من التليفون. هو وزني 100. وزنك 100؟ ده لازم يخس. ايوه. طيب اسمعنا من التلفزيون يا استاذ خالد. يا صابر مساء الفل عليك. ايوه مساء الفل يا باشا. مساء الفل عليك يا صابر. مساء الفل يا باشا. اهلا بيك. سؤالك. اهلا بسيادتك. الله يخليك. استاذ محمد معايا؟ معاك استاذ محمد اتفضل. ازي سيادتك؟ الله يسلمك معاك. كنت بس عايز اسال كابتن محمد. تمام. يعني احنا محتاجين كم يوم في الاسبوع للجيم؟ كم يوم في الاسبوع للجيم؟ تمام يعني اي سؤال تاني؟ عشان الوقت بس وكده مبقاش فاضيين وكده فعايزين نعرف عنك مثلا عشان نمشي في نظام رياضي صحيح محتاجين كم يوم؟ تمام اي سؤال تاني عندك؟ لا شكرا لسيادتك. شكرا. ماشي معانا اتصالات تانية يا شباب ولا نكمل؟ طب نجاوب بقى. حلو. احنا وانا اسئله كتير قوي عم عندنا اسئله كفيله ان هي طيب تناقش كل حاجه. طيب احنا خلصنا الشد العضلي. تمام. طيب نخش بعد كده على التنفس. التنفس هو الجهاز الدوري التحملي الكارديو فاسكولار سيستم من ال 14 حاجه اللي احنا اتكلمنا فيها في الاول. تاني حاجه لو هنقول الترتيب تاني حاجه تاني حاجه. طيب التنفس هل في رياضه معينه للتنفس؟ طبعا كل اجهزه الكارديو اللي في الجيم ان كانت مشايه ان كانت عجله ان كانت هي دي اسمها الكارديو فاسكولار سيستم. طيب لو واحد ما برضو انا عايز برضو للناس البسطاء ايه ممكن يجري؟ الجري يظبط النفس؟ الجري العادي؟ الجري يظبط النفس. ايه تاني؟ طلوع السلم ونزول السلم؟ هو مش حكايه الجري وطلوع السلم ونزول السلم، حكايه ان القلب تمام اللي بيضخ الدم للجسم بيضخ كله. الدم للجسم كله. حلو. تمام. بيدق كام دقه؟ اسمها الاتش ار ريست. اتش ار ريست لازم اعرف انا قوه قلبي بتدق قد ايه في دقيقه، ولو كان مدخن مش مدخن الكلام ده كله. ده اكيد مش مدخن. اه عاطف انا اعرفه من زمان الا اذا لا اعتقد ما بيدخنش. فدي بقى هتدخلني في حته تانية خالص. لو مدخن او مش مدخن. علشان انا احسن من كفاءة قلبي وكفاءة نفسي لازم اشتغل في زون معينة. يعني الشباب زمان كانوا بيقولوا عضلة القلب ملهاش تمرين، لا ليها تمرين كارديو فاسكولار سيستم. تمام. ان انا بحسن من اداء وظيفة قلبي. طيب لو يعني يبدا يتدرب على مشاية على اي حاجة. طبعا. طبعا تبدا تنشط مهم جدا بالتدريجي مثلا النهارده لو 10 دقائق بعد كده ربع ساعه بعد كده ياخد بالظبط فترات زياده كل مره بالظبط.
طيب نخش على السؤال اللي بعده. عندنا خالد وزنه 91 طوله 164 بيشتغل من 8 مساء ل 3 من 8 صباحا ل 3 مساء، بيقول لك الشغل بتاعه ذهني ما بيتحركش فيه كتير، واي ضغط بيعمله واي ريجيم بيعمله بيحصل له فيه هبوط ما بيعرفش يكمله، عايز يروح الجيم ويبدا علشان يخس. الرجيم ما ينفعش يعمل رجيم لنفسه، لازم دكتور تغذيه. يبقى الرجيم دكتور تغذيه. هو قال ان هو بيدوخ، تمام، فما دام بيدوخ يبقى فيه عدم في توازن في العناصر الغذائيه في جسمه، فمحتاجه تتظبط الاول طبعا مع دكتور تغذيه. طبعا لازم يديله، لازم يديله جميع. حتى يروح الجيم قبل ما يروح يشوف المشكله اللي عنده دي، ولا لازم يروح؟ لا ينفع يروح الجيم، ينفع يروح الجيم. طب الجيم جدير ان هو يخسسه بدون نظام غذائي؟ بيرفع او بدون ما يعمل ريجيم؟ بيرفع. لا هو الجيم اساسي، هو بيرفع معدل الحرق 25% والدايت 75%. الدايت لوحده 75%، اهميه الدايت 25%. بس انه ينزل الجيم هيبقى كسر الروتين بتاعت حاله الكسل اللي هو فيه. طب هسألك سؤال مهم، الجيم او الرياضه لوحدها كفيله انها تظبط معدلات الجسم؟ لا طبعا، من غير اكل لا. من غير لا ما اقصدش من غير اكل، انا اقصد مثلا انت بتقول دلوقتي هو لما بيحصل له هبوط، لما بيحصل له هبوط ده في بعض في نقص في بعض الفيتامين او ايا كان المواد اللي فيها نقص. ساعات بيبقى في كمان قصور في اداء الدوره الدمويه علشان ما بيروحش ما بيعملش اي حاجه غير انه قاعد في المكتب. هل الرياضه ممكن تؤدي ان التحسن طبعا او التحسن ما تنهيش؟ لا تحسن، يبقى جيم تحسن. ولازم برضه دكتور تغذيه. تحسن لحد ما ده الموضوع ده ينتهي تماما، ينتهي تماما. ما هو السكر تايب 1 وتايب 2، ايه الفرق؟ تمام، في تايب 1 وفي تايب 2. تايب 1 اللي بياخد انسولين، اللي بياخد انسولين ده السكر بياخد انسولين. تايب 2 ده الاكل، بيظبطه بالاكل، ده بيروح بالرياضه، بيروح بالرياضه، بيروح بالرياضه. انما طبعا ده بيبقى جيناتيك، يعني حاجات بقى. ناخد ام مصطفى. ام مصطفى مساء الفل. الو، مساء الخير يا استاذ محمد. مساء الفل ام مصطفى، ازيك يا استاذ محمد؟ الله يخليك، الصوت ده مش غريب عليا. كل سنه وانت طيب. طبعا ماما ازيك ست الكل، عامله ايه؟ وحشانا من ايام من 7 ل 9. حقيقي بجد انا ما اعرفش حقيقه، انت البرنامج اتوقف وكنت بحاول اتواصل معاك كتير او اخد رقم تليفون. لا هو ما توقفش، هو اللي السيزون الاولاني خلص فرجعنا تاني ببرنامج بكل روح رياضيه، قلنا هنتخصص في الرياضه شويه. حلو، ما ده مجالك طبعا يا كابتن. يعني منورنا ابو مصطفى، ايه اخبارك؟ الحمد لله كله تمام زي الفل. الحمد لله كله تمام، كله تمام الحمد لله. وحشنا كتير. ازيك يا حبيبتك؟ كلهم زي الفل، كلهم زي الفل. واكيد بتواصلوا معاك يا كابتن محمد. الله يخليكي، وكلهم زي الفل، واكيد بيسمعوك دلوقتي وبعت لك التحيه لحضرتك، ودايما بيسالوني على حضرتك وعلى ام مصطفى، ام احمد الشرقيه برضو بيسالوني عليها كتير يعني. وان شاء الله برضو تتصل بينا برضو. انا عايز اسمعك وعايز اسمع صوتك. الدكتور علاء برضو ليه برنامج بيتقدم. الدكتور علاء بيطلع يوم الجمعه ويوم السبت الساعه 10 صباحا. دكتور الساعة 10 الجمعة والسبت 10 صباحا. الجمعة صحتك ثروتك، يوم الجمعة الساعة 10 ويوم السبت على المصطبة الساعة 10 صباحا. دكتور علاء ان شاء الله رب العالمين. الله يخليك يا الله، اكلمه. الله يخليك يا مساء الفل عليك. عندك اي سؤال في الرياضة؟ هو كابتن تقريبا هو بيتكلم عن اللياقة البدنية. تمام، يعني مش عارفه، كنت عايزه اساله حضرتك. اتفضلي. اللياقه البدنيه دي، اللياقه البدنيه امتى انا ابدا الرياضه؟ انا ست دلوقتي بعد ال 50. بسم الله ما شاء الله. امتى يعني؟ عندي انا عندي 53 يا كابتن محمد. بسم الله ما شاء الله، ربنا يديك الصحه. ربنا يبارك لك. الله يخليك حبيبي، ربنا يبارك لك. الله يخليك. فامتى انا ابدا الرياضه؟ وايه الرياضه اللي تناسب السن بتاعي بتاع انا في السن ده؟ تمام، ان انا اقدر احافظ على لياقتي البدنيه، وبالذات للمرأة بالذات. يعني ممكن الرجل، انت عارف ان حضرتك من كتر الشغل والحركة ممكن تكون اللياقة البدنية عنده لبعد السن ده بمسافة كبيرة موجودة، لكن عند الست المرأة فعلا وبتحتاج اكتر للرياضة في السن ده بالذات، اللي احنا بنسميه اللي هو بعد ال 50 حضرتك، اللي هو بعد سن اللي هو ما بسموش سن اليأس، هو سن ده سن الناس الكويسين يا مصطفى. هو سن الانتعاش على فكره، مش سن اليأس ابدا. ربنا امتى انا اعمل، وايه الرياضه اللي هي تقدر ان انا اقدر احافظ بيها
على العظم بتاعي يعني تكوين العظم بتاع المرأة بالذات هجاوبك. بعد سن الخمسين هنجاوبك. حاضر يا أم مصطفى، وأحلى تحية وفرحتيني باتصالك، ويا مساء الفل عليكي، وأحلى تحية لأم مصطفى، ونورتيني ونورت البرنامج من تاني. أم جنة، طيب أم جنة مساء الفل. ازيك النور يا محمد، والسلام عليكم وعليكم وعليكم السلام ورحمة كل متابعي البرنامج وكل ضيوفك. الله يكرمك. عايز أقول لك أنا بس اتصلت وفرحانة باتصال طنط أم مصطفى. احنا عملناها هنا إيه؟ تواصل اجتماعي هنا. إيه؟ عملناها تواصل اجتماعي. فانا عايزه انا متصله اقول لها انا بسلم عليها وهي وحشاني على طول. اتصالاتها ليك بتبقى جميله وحقيقيه، حسستنا ان هي مامتنا ومامت كل مشاهدين ومتابعين برامجك. والله يا محمد الله يخليك يا ام جنة. جنة نامت ولا لا؟ نامت طبعا من بدري. انتوا عاملين ايه؟ وعايزين كده على طول في المعلومات الفنيه وعايش دايما عايش عايش يا ام جنة. يعني عايش. ربنا يبارك لك في المجهود اللي انت بتعمليه معايا بصراحه يعني. ربنا يخليك يا محمد مينا ويقويك دايما، ومن نجاح لنجاح وتقدم، ودايما تبهرنا بافكارك المتميزه وبرامجك الجميله. ومش عارف اقول لك ايه يعني. الله يخليك يا ام جنة، واحلى تحيه عليك. عايش يا مساء الفل عليك. ربنا يخليكي ويخلي لك ويخلي لنا جنة والسيد ومحمد، ويخلي لنا بابا، وبيخلي لنا ماما، ويخلي لنا محمد يا رب. طيب نكمل اسئله. احنا وصلنا لحد ايه؟ النفس. وصلنا لحد النفس. خلصنا النفس. خلصنا النفس. طيب معانا اللي عنده خالد، عنده 100 كيلو. 100 كيلو. وعنده غضروف اسفل الظهر. بيقول لك هل ينفع اتمرن ولا ما ينفعش؟ ينفع اتمرن بس تحت اشراف مدرب. مدرب ينفع يتدرب بس تحت اشراف مدرب. يعني اول ما يروح الجيم اسال على المدرب فين ولازم يخس. ولازم يخس. لازم يخس. طب ما هو عايز يروح الجيم عشان يخس. هو لازم لا ما بس هو سؤال، هو الجيم بيخسس؟ الجيم بيخسس عشان هو مش بيخسس حرفيا بالمعنى الحرفي للكلمه. ان هو بيخسس انه بيغير عاداتك وتقاليدك. ما دام رحت الجيم بتفكر في الاكل، هاكل ايه بعد الجيم؟ تمام. طب هاكل ايه قبل الجيم؟ طب لما اصحى؟ دي اسئله هيسالها كده كده المدرب. لازم يبقى يروح يسال على المدرب. طبعا لازم مدرب. يمشي نظام غذائي مع دكتور تغذيه بحيث ان يخس. طبعا. طيب معانا صابر بيقول لك كام يوم احتاجه في الاسبوع علشان اكون عملت تمرين بشكل صحيح؟ مينيموم 3 ايام. اقل حاجه 3 ايام. ماكسيموم 6 ايام. 6 ايام لازم ارتاح يوم. لازم. يعني من 3 ل 6 ايام لازم يبقى في يوم راحه في الاسبوع. انا قلت لك من الاول الراحه دي مهمه جدا. الراحه. ما هو برضه في من ضمن الحلقات قالوا يعني الكباتن اللي كانوا موجودين والدكاتره قالوا لي التمرين التمرين لمده ساعه او لساعه ونص على حسب التمرين، التغذيه طوال اليوم ان كانت ثلاث وجبات او اربع وجبات او خمس وجبات فيها الكميات اللي مطلوبه من البروتين والفيتامين والفيتامين والحاجات دي، زائد راحه. لازم راحه. صح كده الثلاث حاجات الاساسيين. مظبوط. وفي الريست كمان بيبقى ما بين التمارين. الريست ما بين الراحه اللي ما بين التمرين والتمرين. دي تفرق. بتفرق ما بين واحد بيتمرن قوة تحمل او هايبرتروفي اللي هي زيادة القوة العضلية اللي هو كمال الاجسام. تمام. وما بين واحد بيتمرن الثرينس قوة، وما بين الباور. ده بيفرق. الراحة تفرق طبعا. الراحة تفرق. الراحة تفرق. طيب نخش. خلصنا كده اجابة السؤال ده. تمام. طيب نخش على ام مصطفى. ام مصطفى بتقول لك بعد ال 50 ايه التمرينات الرياضيه اللي مطلوبه للياقه البدنيه بعد سن هي لو هتروح جيم للست، وهل هتختلف التمرينات؟ سؤال من عندنا بقى. وهل هتختلف التمرينات دي من الست للراجل بعد ال 50 ولا هي نفس ال اصل بعد سن ال 50 هو مش عاوز يبقى عضلاته قد كده، وهي عاوزه بقى شيب قد كده. تبقى اهدافهم في الحياه عايزين يعملوا حركه. اهدافهم في الحياه بسيطه. ان هي تمارس النشاط اليومي في البيت، في توضيب البيت او في ترويج البيت بدون ما تتعب. طيب هل في تمرينات معينه تعملها؟ طبعا. لو هي في البيت. لو هي في البيت مش هنحتاج منها اكتر من انها تمشي. تمشي 45 دقيقه كل يوم. 45 دقيقه كل يوم تمشي. تمشي. طيب ما بين المشي وما بين الجري هروله. الهروله مشي سريع. مشي سريع. انما لو تروح الجيم هيكون افضل ويكون احسن. جيم. هيكون احسن. طب ايه رايك، انا هسالك سؤال جانبي، ايه رايك في رياضات الزومبا والحاجات دي اللي هي بدات تظهر من فتره كده، اللي هي الكلاسز اللي بدات تظهر؟ بنفتس يعني مفيده جدا. الزومبا مفيد. بتحرق. دي تمارين اسمها تمارين الايروبكس، اللي هي تمارين الايروبكس مهمه جدا. تمارين زي الكارديو.
طيب زي الكارديو. هل دي لو هنتكلم في ال 14 عنصر اللي معاه فيها ال 14 عنصر؟ لا طب فيها كم عنصر؟ فيها يعني هتكلم على ايه مثلا؟ على انهي واحده؟ هنتكلم على ايه؟ زومبا ولا هنتكلم على سبيننج ولا هنتكلم على ايه؟ ما في زومبا وفي ايروبكس وفي لا ما كل التمارين كل دي اسمها ايروبكس كلها اسمها ايروبكس كلها ايروبكس هنتكلم على الايروبكس كلها ايروبكس. الايروبكس عموما هو كارديو فاسكولار سيستم بحت. طيب ده الهدف منه اللياقه تحسين ولا تخسيس ولا مو يعني ايه تخسيس؟ يعني إيه؟ يعني هعمل مجهود بدني عالي شويتين وهقلل من الانتيك بتاع الكالوريز بتاعتي في اليوم. يعني انا كمحمد جبر مثلا بحرق 1500 كالوري، يبقى لازم اكلي اللي هاخده انقص منه 500 كالوري يبقى 1000 مثلا، مع ان المينيمم 1200 ده اقل حاجه 1200، فلازم اقلل منه 500. يبقى هنرجع تاني لنفس اللي انت بتقوله، يروح على دكتور تغذيه لازم يقول النظام الغذائي ولازم يروح لمدرب عشان المدرب بس في احنا عندنا يعني احنا في عاداتنا كمصريين ما بنعرفش نمشي على نظام غذائي حاطه الدكتور. انا عايز اكل اللي نفسي فيه. هتاكل نفسك فيه بس بنظام، هتاكل نفسك فيه بس مش بنظام، بكميات يعني ناكل اي حاجه بس بكميات. لان في مثل مصر هي ماشيه بيه، وجع البطن ولا كبد الطبيخ. بجد والله العظيم احنا بناكل لحد ما نبقى مش قادرين. مع النبي صلى الله عليه وسلم قال لك ثلث لطعامك وثلث لهوائك وثلث لشرابك. احنا صح. لازم كل احنا خدنا الثلاث دول اكل بس، اكل وشرب بس. طيب خليني ارجع لتاني، عشان انت لكذا حد اتصل قال لك عايز نظام غذائي. تمام. تنصح باكل ايه مثلا في الفطار او في الغداء؟ حاجات اساسيه تنصح بان كان للاطفال او كان للكبار او كان اللي شغالين. السلطه ماشي. الشوفان كويس جدا. الشوفان. المكسرات. طب المكسرات دي بتتخن؟ لا، مين اللي قال؟ ما فيها نسبه زيوت ودهون عاليه جدا. في النيوتريشن لو قطعت الكربوهيدرات لازم اعلي الجود فات. ما هو في جود فات وفي باد فات. تمام. الجود فات المكسرات، الجود فات. دي فات مفيد. صحيه جدا. انما الباد فات ده فات مضر. طب اللي هو زي الـ 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 زي النشا زي الدهون. لا، الزيوت يعني الزيوت زي زيت مثلا الذره لو قعد فتره كتير. انما لو مره واحده ده صحي. لو طيب. هو استخدم مره واحده ما تيجي استنى اقول لك على حاجه، انا هستغلك انا كده في حاجه صغيره. ما تقول ناخد من كل حاجه من كل ماده حاجه تنصح بيها. الزيوت زيت يعني هو مثلا زيت زيتون. زيت الزيتون بس زيت الزيتون عالي جدا في الكالوري بتاعته، يعني معلقه صغيره يعني اصلا ما بيحطش من المعلقه، بيحطه بالازازه، فهو عالي في الكالوري بتاعته. زيت الزيتون كويس. طيب. جدا. السمن. السمنه ولا الزبده؟ مش السمنه، الزبده الصفراء. الزبده الصفراء مش البيضه كمش البلدي. الزبده الصفراء. طيب لو بنتكلم مثلا زيت جوز الهند وزيت عباد الشمس. زيت جوز الهند وزيت الذره. زيت عباد شمس. زيت ذره. زيت ذره بس. طب انا اقول لك هناخد زيت واحد، انت قلت لي زيت الزيتون بس. زيت الزيتون ما طب الحاجات المقليه التحمير والحاجات دي. التحمير بيخلي الزيت، لان في ذرات هيدروجين بيكسر ذرات الهيدروجين فبقى مش صحي. بيكسر ذرات الهيدروجين فبقى الزيت مش صحي. يعني هو لازم مره واحده، لان لا انا بتكلم مثلا اللي بياكل اكل في الغذاء بتاعه مقلي، بانيه مقلي، بطاطس مقليه، الحاجات دي. ما هو الزيت انا قعدت استخدامه تاني. لا انا بتكلم على الاكل نفسه بعيدا عن الزيت. انا هستخدمه مره. لا ما انصحش بالزيت. ما تنصحش بالزيت حتى ولو نفسي رايحه له او حاجه. نفسي رايحه له لا ولا تبع الدكتور. لو الدكتور كاتبه له يعني كتشيت ميل، وجبه فري ياكلها براحته، ياكل اللي هو نفسه فيه. في ناس بتاكل ماكدونالدز، في ناس بتاكل بافلو برجر، طالما بيحرق خلاص. ما هو لازم يكسر الروتين بشيت ميل اللي هو اليوم الفري اللي هم بيسموه. وفي ناس ما بتعملش حاجه في اليوم الفري غير انها تزود كميات الاكل بتاعها اصلا. طيب وقت خلص. عدى بسرعه جدا. على فكرة من أجمل الحلقات النهاردة، كانت مفيدة جدا. شكرا جزيلا. طيب أنا عايز بقى منك نصيحة لكل اللي بيتابعونا وبيشوفونا، ما بيمارسوش رياضة يبدأوا يمارسوا رياضة معايا، أو لو بيمارس رياضة يبدأ ينشر الوعي ده أو ينشر الرياضة دي في اللي حواليه. هختصرها في كلمتين اتنين. تمام. إن أخطر
حاجه على الصحه العامه عدم ممارسه الرياضه. اخطر حاجه على الصحه العامه مش السجاير، يعني ما يجيش زعلان انه بيشرب سجاير انه ما بيلعبش رياضه. اه انا حسيت ده على فكره. اخطر حاجه على الصحه العامه. نورتني. نورك. عاش عاش. خلصت حلقتنا بس ما خلصت بكل روح رياضيه، خلصت حلقتنا بس عاش لسه مكمله معانا. اشكر كابتن محمد جبر على الحلقه الجميله المميزه جدا اللي استفدت بيها، وفيها معلومات واجابات وعلم ودراسه واحصائيات كبيره جدا استفدت منها النهارده. يا رب تتكرر تاني يا كابتن محمد ان شاء الله باذن الله. نكمل لسه معانا كلام كتير هنقوله بإذن الله. وأكيد في الحلقات التانية هنكمل بإذن الله. خلصت حلقتنا وما ننساش عاش عاش. أي حد بيمارس أي رياضة صور فيديو وابعته لي، هيزعه لك معايا في بداية الحلقة اللي جاية. أي حد ما بيلعبش رياضة ابدأ معايا عشان نقول لك عاش. الرياضة مفيدة جدا، صور لأي فيديو حتى لو جري حتى لو على مشاية حتى لو أي رياضة وصوره لي وابعته لي علشان أقول لك عاش. ابعته لي على صفحة جو ميديا برودكشن أو على الصفحة الشخصية بتاعتي. استنوني يوم الجمعة الساعة 12. عاش.